في تصوري أن هذه تعد أنجح دورات مؤتمر الأطراف على الإطلاق، رغم ما يثار حول أن هناك خلافات كثيرة. الكثير من الوعود تمت في الدورات السابقة ولكن لم توضع أبدا موضع التنفيذ. المجتمعون في شرم الشيخ هذه الدورة يبحثون عن يعني حلول قابلة للتنفيذ ووعود قطعية. كما قالت وزيرة الخارجية الباكستانية شيري رحمن أنه الأمل والتفاؤل لا يصنع خطة. فعلا الاقتصاد تضرر كثيرا على مدار العقود الماضية ولم يكن هناك أبدا إجراءات فاعلة من قبل الدول الغنية تجاه ما تسببه من أضرار للكوكب. لا بد أن يتحمل أو تتحمل الدول الصناعية الكبرى والدول المتقدمة والغنية مسؤوليتها تجاه ما تقوم به من يعني تأثيرات سلبية على الدول الفقيرة. نعم. كثير من الدول الأفريقية وكثير من الدول الناشئة لا يوجد لديها مناطق صناعية كبرى، ومع ذلك تشهد حرائق وتشهد جفاف وتصحر يعني بفعل التأثيرات السلبية على المناخ والبيئة. هنا لا بد أن يكون هناك وقفة جادة مع هذه الممارسات. الخلاف الحادث حاليا في شرم الشيخ مرجعه أن الدول الناشئة والمتضررة تريد يعني الضغط بقوة لتفعيل الصندوق اللي هو صندوق الأضرار والخسائر التي يعني وعدت به الدول الغنية منذ سنوات ولم يتم منذ تطبيقه حتى 2009 يعني مئات مليار دولار لم تنفذ أيوه حتى الآن. الآن، مع الأخذ في الاعتبار أنه هناك في زيادة في يعني الانبعاثات وزيادة في حرارة الأرض والتصحر وارتفاع منسوب المياه في البحار. كل هذه الخلافات يعني وضعت هذه الدورة موضع نقاش جاد لم يحدث من قبل. لذا فكرة أنه تم تمديد المؤتمر، نعم كان لابد أن يتم التمديد حتى توضع هذه الوعود التي من سنوات موضع التنفيذ. الاقتصاد غالبا ما يكون قيد على تقلب المزاج السياسي، وهذا ما حدث بالفعل في شرم طب الشيخ. هل الاقتصاد تعتقدين أستاذة أمل أنه سيتم ربما الوصول إلى حل لكل هذه القضايا الخلافية وصياغة صفقة مناخية ملائمة تعلن عن نهاية هذا المؤتمر والبدء في التنفيذ؟ أول خطوة إيجابية تم الاتفاق عليها إدراج هذا البند، بند صندوق الأضرار والخسائر، على جدول المفاوضات هذه الدورة، لم يكن مطروحا بهذه القوة من قبل. هذه خطوة إيجابية على الطريق. ثانيا، الوقفة التي تقفها معظم الدول خصوصا الدول 77 زائد الصين، هذه الدول الناشئة يعني الأكثر تضررا بتضغط بقوة في أنه يتم بالفعل أخذ خطوات جادة وملزمة ويتم التوقيع على عهود واتفاقيات تلتزم بها الدول الغنية تجاه ما تسببه من أضرار للكوكب. نعم، أتصور أنه خلال ال 24 ساعة القادمة سيكون هناك قرارات بالفعل توافقية، وإن شهدت بعض التأجيل لأنه هذا البند يمكن أن يطرح بقوة في الدورة العام 2024، لكن هي خطوة كما يقال أفضل من لا شيء كما حدث في الدورات الماضية. نعم، مسألة التعويضات لا زال عليها خلاف كما فهمت منك أستاذة أمل، ولكن هل سيتم أيضا التوصل إلى توافق حول قضية الامتثال لدرجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية برأيك؟ نعم، أظن أنه هذا البند تحديدا فيه الكثير من المرونة، يعني في مسألة التكيف ومسألة خفض الانبعاثات الدفيئة والإفراط يعني وقف الإفراط في استخدام المواد الكربوهيدراتية. أظن أنه المجتمعين في شرم الشيخ لديهم مرونة في هذه النقطة تحديدا، خصوصا أنه يعني تقاطع مع مخرجات المؤتمر الذي تم في بالي مؤخرا، اجتماع مجموعة الـ20. نعم، سيكون هناك إلى حد ما مرونة في هذه النقطة، عكس نقطة الأضرار والخسائر، صندوق الأضرار والخسائر اللي عليها خلافات جوهرية. هناك أيضا منذ سنوات اتفاق مبدئي حول هذه النقطة تحديدا، اللي هو الاحتفاظ بدرجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية. طيب حضرتك أستاذة أمل خبيرة في الشأن الاقتصادي والبيئي أيضا، وقلت أن تحدثت بإيجابية عن هذه القمة وقلت أنها تختلف عن القمم السابقة، هل هناك تفاؤل اليوم لديكم أنت كخبيرة في البيئة بأنه السنوات القادمة ستصل يعني هذه القمة إلى أهدافها فعلا ويتم تعويض الدول الفقيرة ويتم الامتثال لدرجة حرارة 1.5%، هل هناك تفاؤل؟
نعم بقوة أيضا. إذا نجح يعني المجتمعين من أو نجح المجتمعون من الدول الناشئة والفقيرة في شرم الشيخ في فرض كلمتهم وتعطيل، لن أقول تعطيل ولكن تأجيل ختام المؤتمر حتى يتم وضع مسودة توافقية على الأقل، فهذا في حد ذاته مؤشر يعني إيجابي. هو مبشر في الدورات المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من أبو ظبي الأستاذة أمل المنشاوية الخبيرة في الشأن الاقتصادي والبيئي، شكرا جزيلا لك.